مرحبا بكم خوتي خواتاتي في هذا الدرس الجديد اللي هو الأول من سلسلة دروس تعلم لغات البرمجة أورلانج أو جمالية البرمجة بلغة أورلانج. فلغة أورلانج هي واحد اللغة فونكسيونيل، وغادي نتعرفوا على ما هي مميزات اللغة الفونكسيونيل. لغة البرمجة الفونكسيونيل هي واحد العائلة ديال اللغات، يعني ماشي غير لغة واحدة، نقدروا نسميوها أيضا مدرسة الفونكسيونيل مقارنة مع المدرسة البروسيدورال. فهذا الأمر ترجع لبداية البرمجة. فأول لغات البرمجة كانت هي فورتران، وجاو منها بليزيوغ لونغاج بحال الجول. من الجول خرجت سي، ومن سي سي بلس بلس، جافا، اكسيتيرا. في الجهه الاخرى تلقاو لي لونغاج فونكسيونيل بحال ليسب، ام ال، هاسكيل، اورلانغ، او برولوغ. يعني اي حاجه ممكن تدارب بلو ستيل بروسيدورال ممكن تدارب بلو ستيل فونكسيونيل. اما بالنسبه للناس اللي ديجا قراو لوريونتي اوبجي، فلوريونتي اوبجي هو فقط ابستراكت داتا تايب، يعني تديفيني واحد تديفيني دي تيب، وتديفيني معاهم واحد الطريقه خاصه في لا بروغراماسيون. اما بروسيدورال والفونكسيونيل فهما لي فري باراديغم ديال لا بروغراماسيون، والبارادايم هو النموذج البرمجي المستخدم في هذه اللغة باش تتعبر على الفكرة، والفكرة فهي التطبيق. هنا اش تيقولوا؟ تيقول لك ايرلانغ اي ان لانغاج دو بروغراماسيون سوبورتون بليزيور بارادايم كونكورونت ان ريال ديستريبيي سون كور سيكونسييل اي ان لانغاج فونكسيونيل ا ايفالياسيون ستريكت افكتاسيون يونيك اي او تيباج ديناميك فور. اش تعني هاد الهضره؟ يعني هاد لونغاج فهو لونغاج فونكسيونيل، مي il adopte هاد لو ستيل ديال لا بروغراماسيون كونكورونت. لا بروغراماسيون كونكورونت هي واحد الطريقه اللي تنظموا بها ليكزيكيسيون ديال الكود، يعني تنسيباريو دوك لي بارتي اللي ممكن يتيكزيكوتاو بواحد الطريقه ايزولي على بعضهم البعض. فالكونكورنسي تسمح لينا نيكزيكوتيو ان بروغرام بفصل المنطق ديال هذا البروغرام لقطع صغيره. يعني الا كنا في ماشين فيها بلوزيغ بروسيسور، هذوك لي بارتي انديبوندونت ديال البروغرام نقدروا نيكزيكوتيوهم اون باراليل. يعني الكونكورنسي فهي اون فاسون دو ستركتوري نوتر بروغرام، هي يعني ما عندهاش علاقه مع الباراليليزم، مع الطريقه باش تيتيكزيكوتا هاد البروغرام. يعني ان بروغرام كونكورون يقدر يكون باراليل ويقدر ما يكونش باراليل. لونغاج طون ريل سافيدير ان ليكزيكيسيون ديال واحد الفونكسيون نقدروا نربطوها بواحد التايمر، يعني نقولوا ليه غادي تي غوسوا هاد الميساج الا كان داك لو ديلي مثلا كبر من 500 ملي سكوند فو فيت كيلكو شوز دوتر. ديستريبيي يعني ان لانستونس من هاد من لانتربريت ديال هاد لونغاج، هاديك لانستونس تقدر تيكزيكوتي واحد البروغرام مع بليزيوغ انستونس. وهادوك لي يعني بحال دي زير بي سي، يعني ريموت كول بروسيجر. يعني عندنا واحد لانستونس ديال اورلانغ تقدر دير واحد لابيل واحد الكود ديريكتومون من واحد لا ماشين ديستونت. بهاد الطريقة تسمح لينا نكتبو دي بروغرام كياجيس كوم اون سول اونتيتي، وهذوك لي ديك لونتيتي تتكون من بليزيوغ انستانس من هاد لونغاج، يعني من لا ماشين فيرتويال ديال هاد لونغاج. لانتربريت ولا لا ماشين فيرتويال ديال لونغاج سميتها او ار ال، تطابي او ار ال تطلع لكم لا ماشين فيرتويال. هنا الى طابيتي او ار ال تيغي اسني مفادير عفوا اسني او خصنا نكون روت URL اسنين. فهاد الانتربريت الفرق ما بين هاد ليكزيكيسيون باسنين و ليكزيكيسيون العادية الانتربريت، يعني هاد الانتربريت
تقدر تليه مع بليزيوغ اوتر انتربريت في دي ماشين ديستانت وكاملهم يبارطاجيو لو ميم كود. يعني هاد الانستانس تقدر دير دي زير بي سي فيغ فيغ اون واحد الانستانس ديستانت و فيس فيرسا. هاد اللونجاج سلبيات ديال الفونكسيونيل يعني ما فيهش لافي دو بور كما هنا كتبين لك لافيكتاسيون اينيك. يعني الا كان عندنا واحد الفاريابل بارطاجي ما بين بليزيوغ انستانس كي سيكزي عفوا ما بين بليزيوغ بروسيسوس كي سيكزيكوت دون فاسون كونكورونت يعني باش نضمو لاكسي لواحد الفاريابل في لي لونغاج تراديسيونيل بحال سي وفي يونيكس تنديفينيو سكون ابل لوكس اللي هو ان فيرو على داك الفاريابل. يعني او مومون ديال واحد لا فونكسيون كونكورونت اللي تبغي تاكسيد لداك الفاريابل تنفيرويو هذاك الفاريابل باش لا فالور ديالو ما تموديفياش اون اوتر فونكسيون كي سيكزيكوت دون فاسون كونكورونت. هنا هاد لونغاج ايرلانغ حيد لافي دو بور يعني حيد هاد المساله ديال ان ان سول فاريابل يبارطاجيو بليزيوغ فونكسيون. لهذا تلقاو هنا لافيكتاسيون اونيك يعني اكس ايكال ان بحال هنا الا درنا ارل درنا اكس ايكال ان في ايرلانغ فان اكس ايكال ان بور توجور حتى نطفيو هاد لا ماشين. يعني ما يمكنش نديرو اكس ايكال 2 او نديرو مثلا اكس ايكال 1 ونعاود نموديفيو اكس نديرو اكس ايكال 2 ما غاديش لا يمكن. ولا نديرو اكس ايكال اكس بلس 1 بحال في سي لا يمكن. يعني لا فالور ديال اكس تتبقى في اكس طالما هاد لانستانس ديال لا ماشين خدامه يعني بور توجور. وباش نموديفيو ليطا ديال واحد الفاريابل تنموديفيوها بواحد الطريقه اخرى عن طريق لي فونكسيون. يعني la sortie vous faites مثلا x égale fan de y تاتينا fan de y تاتينا y plus 1 and non لان x ديجا variable غادي نسميو x1 هكذا. ف الباراديم فونكسيونيل اي حاجه فهي فونكسيون. يعني حتى لي فاريابل اكس ايكال 1 بحال درتي اكس ايكال واحد الفونكسيون تعطينا كونستانت بهذه الطريقه. يعني ممكن افكتيو لي فونكسيون لي فاريابل. هنا كرينا واحد لا فونكسيون انونيم سميناها فان دو ايكغ كي غوسوا ايكغ وتات انكريمونتي ايكغ بلس 1. هاد لا فونكسيون تن افكتيو هاد العباره لهاد الفاريابل سا فو دير اكس 1 فهو فونكسيون اكس 1 دو 2 غتعطينا 3. يعني الا بغينا انكريمونتيو لا فالور 2 تعطينا 3 وفي نفس الوقت غادي نسجلو 3 في واحد الفاريابل نسميوه زيد ايكال ونعاود نديرو اكس 2 دو زيد. بهاد الطريقه غادي نامبليمونتيو الكونتور وغادي نديباسيو هاد لا ليميتاسيون ديال لي لونغاج فونكسيونيل. هنا تيقول لك ان راه بليزيوغ ابليكاسيون سيليبر راه تيتيليزيو هاد لونغاج. هو الى تي كريي بار اريكسون تديفلوبي به دوك لي كوميتاتور بحال هذا لا تي ام اكس تي و دوطر بحال لي باس ستيشن تا هما اريكسون تديفلوبي اون ايرلانغ. مثلا واتساب لي سيرفور تو واتساب مكتوبين في ايرلانغ. هذا اجا بردي اللي هو اي جبردي فاجا بردي فهو سيرفور ديال اكس ام بي بي اوت بيرفورمانس مكتوب تا هو بايرلانغ. كوتش دي بي واحد لاباز دوني ياوس ان سيرفور اتش تي تي بي كتب ايرلانغ وممكن تسكريبتي بحال داك لو ستيل ديال بي اتش بي ايرلانغ. يعني تكري دي سكريبت كي سيكزيكوت كود سيرفور ب ايرلانغ اكسيتيرا. هنا في هاد الدروس غادي نتعلمو هاد اللونغاج دقه دقه وغادي نبداو بالانستالاسيون كيفاش نكريو ان موديول كيفاش نلونسيو. شفتوا معايا كيفاش نلونسيو هاد الانتربريت ديال لونغاج. نتعرفوا على لي تيب كيفاش نتعاملوا معاهم لي ليست كيفاش نديروا لا ريكورسيون على لي ليست اللي هي ما يسمى بالترجع في الرياضيات ترجع في الرياضيات مثلا ترجع في المتتاليات.
عندنا هاد الترجع كاع خرج لينا هاد الهضره ريا. ف لا ريكورونس هي واحد لوبيراسيون اللي تتبقى تعاود طالما واحد لا كونديسيون متحققه ولا ابتداء من واحد لا كونديسيون. الاستدلال بالترجع يعني اون يوتيليزون الترجع نقدروا نديفينيو دي بوكل يعني بلا ما نديرو وايل ولا دو ولا فور لان لي لونغاج فونكسيونيل ما فيهمش لي بوكل. لان البوكل شنو هي البوكل؟ البوكل هي واحد هو واحد الكونسيبت ميكانيك يعني واحد يعني واحد الميكانيزم كي سيكزيكوت في واحد في واحد لا بوكل طالما دي كونديسيون متحققين. ولكن لا بوكل في حد ذاتها ما مهماش. اشنو اللي تهم هو التريتمون اللي فوت لا بوكل. ولكن الا اناليزينا هاد لو تريتمون كنلقاو ان ان لي كونديسيون ديال لو ديبي او لاغي ديال التريتمون في البوكل كاين فوسط الالغوريثم ما كاينش فوسط لا بوكل. البوكل هي واحد كونسيبت ميكانيك تنديرو على الاكستيريور وفوسط من هذيك لا بوكل عاد تنديرو التريتمون بالفونكسيونيل العكس. الفونكسيونيل تنحللو هذاك الالغوريثم تنقولو بغينا اكزيكوتا امتى بغينا اكزيكوتا امتى بغينا يبدا امتى بغينا يوقف وتن اكزيكوتيو الفونكسيون اون بوكل اون يوتيليزون لا ريكورسيون. يعني الفونكسيون تبقى تعيط لراسها بليزيور فوا طالما واحد الكونديسيون متحققه. هنا ما هو الاستدلال بالترجع؟ غنشوفوا هاد لا ديفينيسيون ماتيماتيك. يعني لا كما تلاحظوا خص بي دو زيرو تكون صحيحه وهاد بي دو زيرو دابا تشوفوا كيفاش غادي نامبليمونتيوها بايرلانغ. يعني خص هذيك العباره تكون صحيحه بور واحد الفالور بور لو ديبي ديال هذيك لا ريكورسيون وتتبقى تعاود جوسكا اتاندر واحد لا كونديسيون. مثلا نكتبوا شي بيتيت اكزامبل على لا ريكورسيون. مثلا نحسبوا لا سوم دو غوس somme de Gauss il y a la somme de 1 à n. اشنا هي لا سوم دو غوس؟ هي لا سوم دو 1 à n هي 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4. هنا التعميم ديال لا سوم دو غوس اكتبوها بالفرنسي لا سوم دو غوس. عطاش غوس هكا تكتب خرج ليا بالانجليزية عاوتاني. المهم لا سوم دو غوس هي ان هي 1 بلس 2 بلس 3 بلس 4 جوسكا ان. غادي نسميوها في. غادي نكريو واحد الموديول نسميوه اريتميتيك بوان او ار ال. تنسميت الموديول خص نفس لو نون دو فيشي يكون في الموديول. غادي نسميوه اريت وهنا اكسبورت لي فونكسيون لي بغينا نكسبورتيو في هاد الموديول. حيت الا كتبنا فونكسيون ما اكسبورتينيهاش غتكون بحال ستاتيك في لونغاج سي. ستاتيك يعني دي فونكسيون لي فيزيبل سولمون ا لانتيريور ديال هاد الموديول. نسميوها مثلا سوم. سوم تتاخد اون سول فالور. سوم دو ان اش غتعطينا؟ هي ان بلس سوم دو ان موانز ان فوس سوم دو زيرو. فاش توصل زيرو تعطينا زيرو. هنا اون سيبوز ان هاد ان فهو اونتي. نقدرو نديرو واحد الكارد سكون ابيل كارد از انتيغر از انتيغر ان. سافيدي هاد الفونكسيون ما غاديش تنفذ الى كان هاد التيب دو باغامتر اللي دوزنا للفونكسيون يخالف ان اونتي. هنا غادي نسجلو هاد الميتال صغيور وغادي نديرو او ار ال سي باش نكومبيليو ونفيريفيو ليغور. تيقول ليا على ان وين خصنا نديرو واحد اللعبه خصنا نديرو وين از انتيغر لان هادو سكون ابل دي كارد. وين از انتيغر هكا تيقول ليا ان السم از اورلي داي ديفايند
هنا هذا البروبليم درتو اكسبري باش نوريكم واحد المساله مهمه في ايرلانغ. هو ان الفونكسيون تيتماتشا لي كلوز ديالها، يعني دوك لي بارامتر اللي دخلتي الا كانوا 0 غتنفذ الاولى، كانوا ان غتنفذ الثانيه، يعني هادو بحال دي كلوز ديال واحد الكونطرا، يعني تيتماتشاو هادوك لي كلوز واحد واحد. يعني طالما هادوك لي كلوز مازال ما انتهاوش، تنديرو بوان فيرغول. الا انتهت هاد الفونكسيون تنديرو بوان. قبيلة عطاني is early day defined، لان ديفينينا واحد الفونكسيون ستاتيك، وبالنسبة لي عاود ديفينينا اون اوتر فونكسيون اللي عندها لو ميم نون بباراميتر مغاير. اوكي الان هاد الفونكسيون خدامة، غادي نديرو سي. سي il permet de compiler هاد لو كود et de le charger في لا ماشين فيرتويل. كما تلاحظوا الان تشارجا هاد الموديل. الى سولمون تابيتو تابيلاسيون في الانتربريت الرانك تيخرج لكم هنا. هادو سكون ابل دي ليست ديال لي موديل. غادي تكتبوا زيد ليب مثلا او دو بوين او تابيلاسيون، غيعطينا كاع لي فونكسيون لي فوسط الموديل زيد ليب. مثلا الموديل اللي كتبنا حنا هو اريت، اريت في اون سول فونكسيون، وهادو تيديفينيهم هو باغ ديفو. مثلا موديل انفو il ne prend aucun paramètre. تعطينا سميت الموديل، لي فونكسيون اكسبورتي فوسط الموديل، لي اتريبي، لا فيرسيون د الموديل. هنا لا فيرسيون د الران تايم سيستيم، لو شوما لي فيه الكود سورس، ناتيف فوس سافيغ هادوك دوك لي فونكسيون مكتوبين في ايرلانغ، فما تعيطوش دي فونكسيون ناتيف في لا ماشين فيرتويال ولا في لونغ سي، فهما سولومون دي فونكسيون عاديين، يعني سي با دي فونكسيون ناتيف. هنا لي ام تي 5 اللي هو الهاش ديال هاد لو موديل. الان باش نعيطو لا فونكسيون تنكتبو سميت الموديل وسميت لا فونكسيون سام، يعني لا سوم دو ان ا ان، هي هادي هي لا سوم دو غوس من واحد حتى لمية، يعني واحد زائد جوج زائد تلاتة زائد ربعة زائد خمسة حتى لمية، اللي هي تتساوي لا فورميل المعروفة ديال لا سوم دو غوس. هنا إلا خرجنا اش تلاحظو، تلاحظو ان كاين الكود سورس اللي هو اريت بوان ورل، وكاين ان فيشي بوان بيم فوا فا فا بيم هي الاكستنسيون الخاصة بلي فيشي بينار ديال ايرلانغ. فا بيم فهو بايت كود، يعني بحال بايت كود الخاص بجافا بلا جي في ام ديال جافا. الا درنا فايل اريت بوان بيم غيقول ليا ان هذا راه سي ان فيشي بينار ديال ايرلانغ، فهو فيشي بينار ديال ايرلانغ. يعني كل انستركسيون عندها واحد الاوب كود في هاد البينير ديال لا ماشين فيرتويال. يعني تقريبا ايرلانغ فهي بهذا الشكل، عندنا دي موديل وعندنا دي فونكسيون فوسط دي موديل، والفونكسيون تقدر تعيط لاوتر فونكسيون سوا فوسط الموديل سوا من دوتر موديل. مثلا نحسبوا لا سوم ديال دو نومبر ولا اد نأجوتيو أ أ بي إيز انتجر أ أند أولسو أو با لا بين دو فيغ لي غارد إي أ بلوس بي. مثلا بغينا نديرو لو دوبل ديال واحد لو نومبر، يعني هداك لو نومبر فوا دو دوبل دو إكس، باش نكتبوه بيغمون فونكسيونيل دوبل دو اكس غيكون هو اد اكس اكس. يعني الا شديتي العدد وجمعتيه مع راسو دو فوا بحال ضربتيه في جوج، يعني هنا باش ما نعيطوش اللي هي ايكيفالونت لدو فوا اكس، ولكن بالفونكسيونيل ما محتاجينش لهاد لوبيراتور ديال في، لان في هي لاديسيون بليزيور فوا. يعني بالفونكسيونيل اي حاجه تحتاجوها فهي سولومون الفونكسيون و لوبيراسيون ديال لاديسيون. هنا
نديرو ان اوتر اكزامبل. طلع لا فونكسيون دو، نديرو شي حاجه ريكيرسيف، لا فونكسيون دو فيبوناتشي مثلا. فيبوناتشي ويكي، فهاد الفونكسيون دو فيبوناتشي هي معروفه، عندها علاقه بالعدد الذهبي ديالها، تعطينا 0 1 1 2 3 5 8 13 21. يعني الا جمعنا 3 و 2 تعطينا 5، 8 اللي هي 5 و 3، 13 اللي هي 8 و 5. يعني فيبوناتشي دو ان ايغال فيبوناتشي دو ان موان 1 بلس فيبوناتشي دو ان موان 2. وهاد فيبوناتشي كان تيربي القنان، وهذا هو الالغوريثم باش يتاكوبلاو القنان، هو يديفيني في هاد السيري. وهاد السيري عندها علاقة بالعدد الذهبي، يعني الليميت ديالها في بلوس لانفيني، يعني لا ليميت ديال U دو ان بلوس ان على U دو ان تعطينا لو نومبغ دوغ اللي هو ان بلوس غاسين دو سانك سور دو. وهاد هاد 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 السيري تلقاوها في لا ناتور، في اي حاجة ناتوريل، مثلا في وردة، في 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 القوقعة ديال شي حلزون، في جسم الانسان، يعني في لي بروبورسيون ديال جسم الانسان، الطول على العرض اكسيتيرا. يعني اي حاجه خلقها الله في الطبيعه يعني تتخضع لهذا العدد الذهبي في لي ديمونسيون ديالها. وحتى لي زارشيتكت باش يكون واحد المبنى زوين خصو يخضع لهذا العدد الذهبي. هنا غادي نبروغراميو اورلانغ فيبوناتشي. فيبوناتشي دو 1 هو 1، لان هاد فيبوناتشي دو 1 اللي هو بي دو 0 في الترجع، او فيبوناتشي دو 2 اللي هو ايضا 1، او فيبوناتشي دو ان هو فيبوناتشي دو ان موان 1 بلس فيبوناتشي دو ان موان 2 انتهى. مثلا نقدروا نديروا حاجه اخرى، نقدروا نحسبوا هاد فيبوناتشي بطريقة أخرى، وبا لا بين بوغ هاد لي زيكزامبل دانتخودكسيون. نشوفوا شي حاجة أخرى، طلع الماتش، نديرو الماتش باترن، يعني لا كوريسبوندونس ديال لي موتيف. مثلا الدائرة، الدائرة عندها مساحة وعندها محيط، ندير واحد الفونكسيون سميوها سيركل، الى دوزنا ليها توبل دو سير دو ار غتحسب المحيط اللي هو دو فوا بي، و بي كاين في مات، بوان بي فوا ار. نفس الدالة بنفس الاسم غادي نعاود نديفينيو ايريا دو ار، المساحة ديال الدائرة اللي هي بي ار كاري، اللي هي مات بوان بي فوا ار كاري. اشنا هي ار كاري؟ هي ار فوا ار. نديرو هنا واحد الفونكسيون نسميوها مثلا سكوير دو اكس، اللي هي اكس فوا اكس، غير باش يكون الكود بيغمون فونكسيونيل. سكوير دو ار هاكا، يعني هاد الفونكسيون عندها نفس الاسم، الى دوزنا لها هاد التوبل مع هاد لانديكاتور سيركونفيرونس غتحسب لها سيركونفيرونس، دوزنا لها ايريا غتحسب ايريا. هادو سكون نابيل دي اتوم. اشنا هي اتوم في اورلانغ؟ اتوم هو واحد الفاريابل اللي ما يمكنش نديفينيو عليه لي زوبيراسيون دو كومباريزون او لاريتميتيك. مثلا محمد سي تان مال، يعني مال فهي اتوم، ولا فاطمه اون فوميل، يعني فوميل في اورلانغ غتكون اتوم، يعني تتسمح لينا غير نفهمو لو سونس ديال واحد ليكسبريسيون، يعني هي بحال واحد الطاغ ولا واحد البريديكا، لان اورلانغ جات من برولوغ، وبرولوغ لونغاج لوجيك، يعني الاشياء اللي هما بحال المسلمات، يعني المسلمات في حد ذاتهم ميمكنش تكومباريهم، ميمكنش ديفيني عليهم دي زوبيراسيون. مثلا الحديد تغرق والخشب يطفو، يعني هادي يغرق مع يطفو، في اورلانغ في لا لوجيك في لا بروغراماسيون لوجيك غتكون دي زاتوم.
يعني مابقيتش نديرو يغرق زائد واحد. يعني هادي غرقت تتسمح لينا نعرفو لا ناتور ديال واحد الفاريابل ولا واحد الاكسبرسيون. هادي هي اورلانغ. هنا درت بوان فيرغول وهنا درت بوان لانهم سي لا ميم فونكسيون ولكن لي كلوز ديالها مختلفين. كومبيلاتور غير ماتشي هاد الكلوز. الى تحقق هاد الكلوز غي اكزيكوتي الاولى، ما تحققش غادي اكزيكوتي الثانيه. مثلا في حاله سخن علينا راسنا ودرنا شي حاجه لا علاقه، يعني دوزنا دي باغامتر لا فورم ديالتهم، ما هي سيركونفيرونس، ما هي سورفاس، غيكتب لينا يو فورما ايرور تيب انفاليد. هنا سالينا. الان خصنا فقط نكسبورتيو هاد الفونكسيون باش يوليو فيزيبل لو شيل و لي زوتر موديول. سام قلنا سام كاينه اد عندها جوج لي باغامتر، دوبل عندها ان سول باغامتر، فيبوناتشي عندها ان سول باغامتر، سيركل عندها ان سول باغامتر اللي هو تيب توبل. الان نكومبيليو هادشي شي خدام لونسيو لا ماشين فيرتويال. فوالا. او لا لا فوالا. نحسبو فيبوناتشي دو فيبوناتشي دو 5. Fibonacci de 5, c'est 5. Oui, c'est vrai. Fibonacci de 6, c'est 8. Il y a Fibonacci de la position. On a un peu de temps à Wikipédia. On a un peu de temps. 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 On a un peu 5 6 يعني فيبوناتشي دو 6 تعطينا 8 وفيبوناتشي دو 7 تعطينا 13 0 1 2 3 4 5 6 7 يعني تنحسب لا بوزيسيون. وفيبوناتشي دو 8 يعني تلاحظوا ان هذا الكود فهو خدام. دابا نحسبوا لا فيبوناتشي دو 20. هذا هو فيبوناتشي دو 20. كنبغي نحسبو مثلا فيبوناتشي دو 100 غادي تبلونطا غادي تبلونطا لا ماشين فيرتويال. لان فيبوناتشي فهي واحد لا فونكسيون ريكورسيف تتكونسومي بزاف لي سيكل في البروسيسور وعندها واحد لا كومبلكسيتي الغوريتميك. يعني هاد الالغوريتم نايف ديال فيبوناتشي عنده واحد لا كومبلكسيتي. صافي دير الا بغينا نحسبوا فيبوناتشي دو 1000 مشينا فيها مشينا في واحد الشهر. يعني خصنا نلقاو ميثود باش نباراليليزيو هاد بحال في السي. الا بغيت امبليمونطيو فيبوناتشي خصكم ديروا بوكل وتعيطوا لا فونكسيون في اريت. مثلا هاد لا سوم نقدروا نكتبوها بواحد الطريقه ديال لاكوميلاتور. En utilisant l'accumulateur, les somme accumulateur de somme accumulateur de n, on va se mettre à somme a de n, on va tailler la somme accumulateur de n de 0, somme accumulateur de n de 0 de n. عطاتينا n و الصوم اكيميلاتور دو n لان سيغتان بي. غدير هنا لا ريكيرس لا ترجع لي هي n موانز n بلوس بي. هدا هو بي دو زيرو. يعني الشرط الاول ديال باش يكون ترجع صحيح. الشرط الثاني الى دوزنا مثلا 100 بغينا نحسبو 100 لا سوم دو 0 ا 100
تندوزو 100 هنا وهنا 0 حتى تعطينا 100 موان 1 0 بلس 100 تعاودتي لا ريكورسيون تعطينا 99 ناقص 1 100 زائد 99 يعني تديرها بالانفيرس وهادي هاد لا فونكسيون فهي سرع من هادي لان هادي مبازي على ستاك هاد لي فالور تي امبيلا اوف ستاك بينما هادي مبازي على لي ريجستر تاع البروسيسور هادي فهي اوبتيميزي هادي فهي اوبتيميزي ماشين فيرتوال ايرلانغ هادي لي بلاكوميلاتور فهي اوبتيميزي هادشي اللي عطى الله غادي نعاود نشارجيو هاد بلاتي خصنا اجوتي هاد لي ديرني فونكسيون نكسبورتيهم لي سوم ا دو 1 والاخرى سوم اكوميلاتور دو 2 arithmétique de 0 somme a de 100 9 ça et la dit de converger sera n'a optimisé que ma tête la haute ni la semaine le temps d'exécution de la fonction va être plus rapide que la fonction qui utilise stack arithmétique de l'autre il y a somme de l'accumulateur et la bonne c'est pour le somme de ratine 12 100 ratine 12 de l'accumulateur 0 que ma tête la d'eau faire de fonction faillir très rapide يعني هادشي اللي عطى الله فهاد الدرس هو لا باز ديال اورلانغ يعني لا سانتاكس كيفاش ديكلاري الموديول كيفاش تاكسبورتي لي فونكسيون كيفاش تشارجيهم في لا ماشين فيرتوييل يعني تاتلونسي او ار ال تكتب سي يعني كود الموديول كود هاد الموديول فيه بليزيور فونكسيون مثلا كي بور كيتي le module code fait plusieurs fonctions maintenant ls afficher le contenu de le dossier c'est arith ça permet de compiler et de charger le module de la machine virtuelle peut-être que tu peux mettre le module et les fonctions qui nous font le module maintenant tu mets la fonction ou le nombre de paramètres liés à la fonction moi je vais passer à l'année x égale 1 ودرنا عاوتاني x equal 2 ما يمكنش يعني x ما يمكنش نبدلو المحتوى ديالو ولا نديرو x equal x plus 1 plus x جامي هنا فين كاينه الصعوبية ديال اورلانغ نتمنىكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس الاول الخاص باورلانغ اما فيما يخص التنصيف فهو سهل يعني غديروا داونلود تيليشارجيو الكود سورس وتكومبيليو الا كنتو في لينكس ولا ديروا ابت كيت انستال ولا ار بي ام سولون لا ديستريبيسيون ولا ويندوز كاين البينير اي سوفي د لانستالي اي دو لونسي لانتربريت سي اوسي سامبل كو سا نتمنى لكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس والى اللقاء في درس اخر وشكرا